قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله محمد البخيتي إن المبادرة الخليجية انتهت لأن الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذها كانت سنتين. وأوضح البخيتي في أول رد على خطاب علني للرئيس هادي عبر إحدى القنوات العربية، أوضح إن هادي وكذلك الدول الراعية للحوار هم من يتحملون مسؤولية ما وصفه بفشل هذه المبادرة والآلية التنفيذية للحوار الوطني. وكان الرئيس هادي شن أمس هجوما إعلاميا وصف بغير المسبوق على جماعة أنصار الله، ووصفها أمام حشد قبلي وحكومي بعدن بالجماعة المحتلة للعاصمة صنعاء.